انصمام الحمل هو المصطلح القديم لحالة مرضية تعرف في الوسط الطبي باسم مقدمة الارتعاش، وهي من المضاعفات التي تحدث من 5 إلى 8% من الحوامل، وتتصف بارتفاع ضغط الدم المترافق مع علامات إصابة أحد أجهزة الجسم خصوصاً الكبد والكليتين. يحدث الانصمام الحملي في النصف الثاني من الحمل عادة، أي بعد الأسبوع 20، ويمكن أن يقود في حالة غياب المساعدة الطبية الإسعافية إلى مضاعفات خطيرة أو حتى مميتة للجنين أو جسم المرأة، مما قد يضع المريضة في موقف صعب للاختيار بين سلامتها الشخصية أو حياة الجنين. يمكن أن يتطور الانصمام الحملي بدون وجود أي شكوى صحية لدى المريضة، وفي هذه الحالة تكون العلامة الأكثر أهمية هي ارتفاع ضغط الدم الذي يرتفع بشكل سريع ومفاجئ أو على مدى عدة أيام. لذلك تعتبر المراقبة المستمرة لضغط الدم خلال الحمل إجراء هام ومفيد في التشخيص المبكر. لنتعرف أكثر عن الأسباب التي تؤدي لانصمام الحمل وما أبرز المؤشرات المبكرة له وطريقة العلاج. خلونا نرجع لضيفنا بصباحنا غير لليوم، الدكتور أكرم الأحمر، اختصاصي بالأمراض النسائية وجراحتها. وهلأ ليا حنستقبل ضيفنا الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي بالأمراض النسائية وجراحتها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الفل، يا هلا سيدتي. يسعد لي صباحك دكتور. صباح النور. شو هو انصمام الحمل؟ هلأ خلينا نعترف شغلي أنا وياكم فوراً، تعرين اليوم موضوع تقيل ودسم ولكن هام جدا، فبتشكركم على هالاختيار هذا. هلأ موضوع الانصمام الحملي هو ما هو مرض، يعني نقول مثل رشح أعراضه هيك؟ لا، انصمام حملي هو مجموعة من الأعراض يلي بدنا نشوفها أنه عند الحامل، وإن شاء الله ما منشوفها، مع أنه نسبة الإصابة فيه عالية مثل ما ذكرته بداية التقرير. هو حالة خطرة وخطرة جدا، تترافق مع نسبة وفيات وليدية للوليد ونسبة وفيات والدية عالية، فلذلك هو من الحالات اللي يجب الانتباه إليها بشدة. هلأ نقول الانصمام الحملي انه نحن في عنا حامل، طيب ماشي حملة طبيعي، صرنا بعد الاسبوع 20 مثل ما ذكرتوا بالتقرير، بلش يصير عنا مثلا ارتفاع ضغط شرياني، بقى هون بلشنا بالطامة الكبرى اهم وحدة، وهي ظاهرة نوعا ما انه نقدر ننتبه لها اكثر من بقية الاعراض اللي ممكن نشوفها، ارتفاع الضغط الشرياني. وهلأ بالمناسبة بدنا نتفق انا وياكم على طريقة اخذ الضغط الشرياني وباي نوع من الاجهزة، ونشوف مستوى التباين اللي موجود فيها بين أطباء القلبية بهالمركز وأطباء القلبية بهالمركز، بين هالجهاز ولا هالنوع الآخر من أجهزة قياس الضغط. طيب هلأ هذا بيؤدي بضمن القصص الأعراض بشتكي منها، يؤدي لنسبة وفيات عالية. السبب أنه خاصة ارتفاع الضغط الشرياني أنه يؤدي بعد الأسبوع 20 خاصة لعدة مشاكل، منها نقص نمو الجنين ضمن الرحم. منلاقي الجنين لما بناخد قياساته على الإيكو إنه هو القياسات تعطينا عمر حملي غير متناسب مع العمر الحملي اللي نحن بنحسبه بدءا من اليوم الأول من الدورة الأخيرة. طيب هو سوري دكتور، بيبقى ثابت حجم الجنين شهر ورا شهر ولا لا بينحف اكثر بيصير معه نقص نمو بعد الانسمام؟ بعد الانسمام الحمل بيصير معه نقص نمو، بمعنى انه نحن لازم نلاقي انه عمره مثلا حوالي 34 اسبوع، بنلاقي انه بالقياسات على الايكو 34 اسبوع على حسب الدوره الاخيره، بالقياسات على الايكو بنلاقي عمره 32 31 اسبوع. طيب بنلاقي وزن الحامل عم بيزيد، طيب بنلاقي وذمات انطباعيه موجوده عنده. شو يعني وذمات انطباعيه؟ يعني هلا اذا افترضنا حامل قدامنا جاي عم تقول لنا منفخه هي رجليها خاصه ايديها تحت عيونها، من الا اذا كنتي صباحيه بس تفيقي او اذا كنتي مشيتي شوي ارتحتي رفعتي رجليكي راحت الوزمه، من الا اوكي هي وزمه طبيعيه. اذا ما راحت يعني انصمام حملي وبين وزن زايد كمان. تماما. هلا شو بدي اقول؟ لا مو بس علامه وحده اللي بقول من خلالها، هي احد العلامات اللي قلتي عنها حضرتك، بمعنى انه اذا قلت لها بعد راحه 6 ساعات وجينا ضغطنا على الرجل هون او على عند القدمين لقينا وزمة انطباعية، كلمة انطباعية انه بتترك طبعا محلها لما الدكتور بيضغط، بتترك طبعا محلها درجة اولى درجة ثانية درجة ثالثة. اذا فقد درجة اولى بعد 6 ساعات رياحة
للمريض للحامل ولقيناها انطباعية تركت، معناته نحن صار في عنا وزمة انطباعية زيادة أكيد. وزن. طيب نجي منشوف شيء تاني نحن مثلا البيل البروتيني، وإذا ممكن خلينا نتذكر سوا كيف نرجع لأهم عرض اللي هو الضغط الشرياني وكيفية قياسه مشان إذا فاتني الحديث. منلاقي شيء تاني اللي هو البيل البروتيني. شو يعني البيل؟ هلأ الحامل مثل أي أنثى بدها تبول، تمام؟ طيب لما منلاقي صار في عنا بروتين بالبول، فلذلك نحن منطلب عندما نعمل معايرة المراقبة الروتينية للحامل ممكن نطلب، بعض الدراسات بتقول لو ما في أعراض إذا في شك شكوى أو قصة عائلية بمرض كلوي ما، اطلب للدكتور اطلب أنه عيار البروتين بالبول. ففينا ناخد نحن عيار البروتين بالبول بأحد شغلتين، إما عينة عشوائية، يعني هلأ الحامل موجودة عنا راحت على المخبر عينة عشوائية أخذ منها لازم يطلع رقم هالقد، وما دون إذا طلع أكثر معناته في عنا بيلة بروتينية، إذا الكلية بلشت عم تهرب بروتين. إلا إذا هي الكلية مصابة بدجابي سابقا بمرض كلوي، هذا موضوع آخر. هون ما صرنا بالانسمام الحملي. طيب أو أنه ببول 24 ساعة، بتجمع بول لمدة 24 ساعة لازم يطلع رقم معين بالمخبر، هي من إلا البيلة البروتينية. دكتور بيقولوا كتير من الأسباب، خلينا نحكي طيب شو السبب؟ يعني عم بيقولوا ما في سبب معين للإصابة بالتسمم الحملي، خلينا نحكي عن الأسباب الثانية. بيقولوا العمل الوراثي، يمكن يكون السن، مثلا السيدة كل ما كانت مثلا فوق الأربعين بيزيد الخطر عندها بالإصابة بالتسمم الحملي. خلينا نحكي عن شكرك على هالسؤال أنت وفريق الإعداد لأنه جدا مهم هذا السؤال. تمام. من العوامل نقول نحن مو المسببة، المؤهبة. تمام. لأنه يصير في عن الانسمام الحملي لما يكون عمر الحامل كل ما تقدمت بالعمر أكثر، طلعت فوق 35 36 فوق 40 سنة اللي هو رقم، أنه فينا نقول له رقم حدي بوردر، رقم حدي هذا منقول أنه نحن بلشنا لازم نحط مراقبة أكثر. هلا إذا تذكروا أنا وياكم بلقاءات سابقة كنا نقول أنه الزيارة الأولى للحامل جدا هامة، لسبب أنه نحن نحطها ضمن كلاسيفيكيشن، نعمل لها تصنيف، هل هي حمل عادي، حمل متوسط الخطورة، ولا حمل عالي الخطورة. بمعنى لما بتجينا حامل مثل فوق الأربعين وما ذكرتي حضرتك قبل شوي، هي فورا أنا بتدخل بالنسبة إلي بحمل عالي الخطورة. طيب اجتنا حامل توأم حمل متعدد، هي بحطها ضمن الحمولة عالية الخطورة. هلأ هذا الكلام التصنيف هلأ بنشوف كيف أنه يتبعه شو إجراءات بيقولوا عامل الوراثة، إذا أم زوجها أو أمها كان مع تسمم حملي حيصيبها إلى أم زوجها، لا هيك عم بيقولوا أم زوجها، هي معلومات عم نسمع لنعرف الصح من الخطأ. تماما. أم زوجها يعني حماتها يعني بتكون بالعائلة عندهم إياها وراثة، بتكون غيران الكنة من الحماية بيصير مع تسمم حملي. أوكي، لا منقول إنه أمها إلها إيه، لأنه مثل ما بنعرف إنه مثلا أمراض ارتفاع الضغط الشرياني هي تكتر ضمن بعض العائلات، يعني إذا حدا من أفراد الأبهات الأب والأم الأولاد ممكن يصير عنده ارتفاع داء السكري، يلي ممكن يكون بحكم أنه داء السكري يؤدي لإصابة وعائية معممة بكل الجسم مع الوقت. طيب لما منلاقي مريضة حامل هي سابقا قبل ما تحمل هي عندها ارتفاع ضغط شرياني، طيب إذا معناته دخلت ضمن هذا التصنيف عالي الخطورة، ويجب انتبه أنه ما أنه تطور ارتفاع ضغط شرياني لسه لو كان مضبوط أو قبل الحمل، أنه تقوم تطور ارتفاع ضغط شرياني يؤدي للانسمام الحملي أثناء الحمل. وخاصة نحن إذا بدنا ننتبه في عنا حد فاصل الأسبوع 20 وما بعد الأسبوع 20 من الحمل. تمام. لأن هون التدبير يختلف تماما. صحيح. فلذلك هلأ منلاحظ نحن أنه حتى بالتعريفات الطبية إمتى هلأ نحن إذا افترضنا أجتنا حامل وأخذنا ضغطة، هلأ بنقول كيف الطريقة؟ بخلينا نحكي عن الأرقام أول. يعني أنه إذا بلاقي ضغطة فوق الـ 14 على 9 ديجا دخلت بالتصنيف أنه هي ممكن تأهبنا للانسمام الحملي إذا لم تتم تدبير الحالي. طب السؤال بأي شهر بيبين؟ هلا هو كل ما تقدمنا بالحمل اكثر بتزيد الخطوره، بيزيد الخطوره وبيزيد طيب انه يتفاقم. ممكن اي وقت، ممكن واي وقت أسبوع. واي شهر او اي اسبوع بنقول خلص تجاوزنا مرحله الخطر؟ ما في هون تجاوزنا مرحله الخطر للولاده لحتى تتم الولاده، لانه هلا اذا لحقنا انه نشوف اهم اجراءات الخلاص من مرحله الانسمام الحملي لنحمي الحامل والوليد سوا هو التوليد. فلذلك حتى لو بأشهر بكير هون بقى هون حكمة الطبيب
والاستشارة بين الأطباء الزملاء بهي الحالة هي جدا هامة، إنه هل أنا وصلت لحد إنه بقدر أعطي الجنين اللي يصير وليد إنه ولده مشان انهي، لانه حاله الولاده بحد ذاتها بيكون ضغط المريضه 22 23 واصل بالانسمام الحملي، حاله الولاده بحد ذاتها بينزل ضغطها ل 16 فورا مجرد يطلع الوليد من بطنها بينزل الضغط فورا انكسار دراماتيكي، يعني ما بتتخيلي، عرفتي كيف؟ لا تقولي لي شو العوامل المؤهبه، بقول لك نحن ما بنعرف، بنعرف نحن الشغله الثانيه انه اغلب البنات وصبايا السوريات كتير حلوين ومعروفين حتى بضغطهم حلوين، انه بيبقى بمعنى انه بيبقى ضغطهم اي اغلبهم ميال يكون ضغط منخفض. اوكي هلا يعني انا بشع انا ضغطي بضل عالي. لا لا سلامتك يا سيدتي. انا ضغطي بضل عالي لانه سلامتك بجوز شوي بستريس توتر، انه اغلبهم ضغطهم منخفض. هلا هي الاليه بسبب الهرمونات الانثويه اللي عندهم هي اليه بتحميهم من ارتفاع الضغط اثناء الحمل. اوكي فاذا هلا نحن بنرجع للارقام 14 على 9 قياس واحد اثناء قياس واحد 14 على 9 او بهي الايد وبهي الايد. اها تماما تماما، سؤالك جدا مهم، انتبه اذا ممكن انتبه، لانه هون تطلع شيء وهون تطلع شيء، ممكن يطلع فرق شيء درجه درجه ونص بسبب الاوعيه. اوكي الاوعيه اختلاف الاوعيه ممكن يكون بين طرف وطرف. طيب مو سبب القرب من القلب. اوكي طيب هلا الشيء الثاني بنشوفه او انه بنركز على الضغط الانبساطي، الضغط الانبساطي والضغط الواطي. إذا منشوف ضغط واطي أو انبساطي فوق التسعة على قياسين مختلفين فاصل 3 إلى 6 ساعات فوق التسعة، معناته أنا بفوت بهذا التصنيف بسبب لأنه أوقات الضغط الانقباضي أو الضغط العالي بسبب شيء بنسميه تناثر الروب الأبيض. بمعنى أنه أنا هلأ كطبيب إذا بروح عن طبيب زميلي قلبية بدي يفحص لي ضغطي، لمجرد أنه هو طبيب يعني بمفهوم الروب الأبيض تناثر الروب الأبيض بياخذ لي ضغطي، ممكن يطلع خاصة الضغط العالي بيطلع درجة درجة ونص، يتركني إهدى خمس دقائق برجع ضغطي طبيعي. هيك اسمه هذا تناثر الروب الأبيض، وهي معلومة هيك يعني فيها فكاهة عند الصبح بس هي حقيقة طبية. فلذلك من الأول هلأ قياس الضغط على هذا الشكل بده يكون الحامل بوضعية نصف اضطجاع أو ميال الاستلقاء تماما، بيتاخد كم جهاز الضغط، وننسى أنه كم جهاز الضغط يختلف الحامل البدينة عن الحامل النحيفة، أنه بيتم الساعد بيكون بمستوى القلب تماما، ونخليها قبل ما ناخد له ضغطها نقلها اركني على سرير الفحص حوالي 4-5 دقائق، ما نوترها قبل ما نقوم ناخد له ضغطها، ويفضل أنه اللي ياخد له ضغطها الممرضة بالعيادة وليس الطبيب لنفس السبب اللي ذكرناه تناثر الروب الأبيض. فإذا لما بناخده بهالقياسات هي منلاقي الانبساطي فوق التسعة دخلت ضمن التصنيف، منلاقي من أول قياس ما في داعي وقت عيد، إذا من أول قياس لقيت الانقباضي فوق الـ14 الانبساطي فوق التسعة دخلت ضمن هذا التصنيف. هلأ قلك شو السبب، مثل ما قلتي لي إنه في سبب للقصة، لا والله ما بنعرف شو السبب. ما في سبب. طيب دكتور، طيب عرفنا الحامل مع تسمم حملي، خلينا نحكي عن العلاجات. هي علاج دوائي، ممكن دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم مثلا، ممكن يكون ممكن يكون انهاء الحمل بالولاده يعني اكيد دمامة. خلينا نحكي شو هي العلاجات. هلا هي الحقيقه طيف العلاجات شيء وطيف التوصيات شيء. بمعنى التوصيات لما بنقول لها راحه مطلقه، بمعنى راحه مطلقه انه فعلا هي ما بتقوم غير على التواليت وعلى المغسله، بده يوصل كل شيء لعندها. العلاقة الخاصة بين الزوجين مرفوضة. أوكي. الحمية المطلقة تماما عن الملح. بنرجع لمرضى الضغط الشرياني اللي بنحميهم عن الملح. هدول ممكن نقول لهم انه رشة ملح خفيفة، لا نقول لهم حمية مطلقة هون. نهائيا عن الملح. هلا بنلاقي في توصيات عن المنبهات الابتعاد عنها تماما. بنلاقي في توصية أخرى بتقول انه تنزل وزن الحامل. هلا الحامل اللي ما عنده ارتفاع ضغط شرياني من إلا فينا نعمل لها تمارين رياضية ودايت لها إنه تنزل وزنها إذا هي كان عندها overweight ديجا هي عندها الحالة. أما يلي عندها انسمام حملي أو ارتفاع ضغط شرياني لسه ما وصلنا الانسمام، إن شاء الله ما موصل له، يلي عندها هي الحالة نقلها نحن ما تعملي جهد يؤدي لأنه ينزل لك وزنك، لا إن تكون الحمية تبعيتك والجهد المطلوب منك على الأقل بأفضل حالاته يحافظ على وزنك الحالي. ما فيني أطلب منها تعمل أي إفورتس زيادة مشان أنه ينزل وزنها، لأنه مو مطلوب منها. هلا عم نقول قبل شوي راحة مطلقة بالسرير. بعض الحميات الخاصة هي بالتعاون مع أطباء التغذية يلي ممكن يساعدونا بهي القصة، الهدوء
عفوا الهدوء النفسي ضروري. يعني شكرا. الهدوء النفسي جدا ضروري لانه الخوف عندها والاراء اللي بتسمعها من المحيطين والقرايبين. فلذلك انا بنصح بهيك حاله اذا ما في حدا قريب يعني انه يكون هادئ متكلم عنده معلومه صح ما تستقبل كثير الضيوف، لانه التوتر يساهم بشده. هلا بدي اقول معلومه هامه. ياما بنشوف حالات نحن من اول الحمل، ولحسن الحظ هي حالات قليله، من اول ما نوعا ما بتقطع الدوره بعد اسبوع اسبوعين ببلش يطلع ضغط الشرياني للمريضه. بتكون 12 13 ببلش 14 15، نوصل الاسبوع 12 اسبوع 13 يعني الشهر الثالث بنلاقي صارت 15 16 ضغطه. هلا هون بقى القرار بده يكون اسرع ما يمكن انه ننهي للحمل، خليها تعمل ابورشن، تعمل اسقاط لها، وفي منهم يجب ان نمنعه من الحمل لانه غير قابل للضبط على الاطلاق. وبذكر في مريضه رفضت باي وسيله وكيف وصلت لاول الشهر التاسع وضغطها 23 ونفتت هي والجنين معنوع. لما كنا نشوف ولما كنا نشوفها بالعياده تلاقي عيونها حمراء بارتفاع الضغط الشرياني، عيونها حمراء، خدودها موردين كلياتهم، يعني حاله فعلا انه وهذا هي الحاله عندها اياها من اول ما بلش الحمل عندها. هي لحسن الحظ حالات نادره، اغلبهم بنلاحظهم مثل ما ذكرتي انه من بعد الاسبوع 20. هلا برجع لسؤالك، هل يوجد سبب؟ لا، لا يوجد سبب واضح، انما المراقبه، التصنيف والمراقبه جدا جدا هامه بهي الحاله. دكتور بالدقائق الاخيره خلينا بس نستفسر، هل يعني في خطوره على الجنين اذا كان في ولاده مبكره؟ اكيد نحن طبعا بنحطه بالحاضنه وهيك، ولكن اذا ولد ولاده طبيعيه في خطوره بيكون على الجنين؟ الولاده طبيعيه اصلا مستمر بالانسمام؟ لا لا، مو انه بشكل طبيعي، سوري، مو انه طبيعي. اوكي، لا نحن بنقول بهي الحاله انه الولاده هي في تاثير على الطفل رح يكون انه رح نقول معلومه هلا حلوه بقى بهالحلقه الدسمه الثقيله عند الصباح. رح نقول معلومه حلوه انه الوليد يلي بيخلق بظروف الضغط الشديده هي، يعني مو الضغط الشرياني، الستريس الشديد المحيطه فيه، بيلي بروتينيه ووزمه وارتفاع ضغط شرياني وادويه عم تاخذها الحامل وراحه وما بعرف شو، بنلاقي قابل للتحمل اكثر من الوليد يلي امه ما عنده شيء ليواجه الظروف الصعبه. فبيطلع اوقات الوليد الطبيعي بده مثلا لسبب ما 3-4 ايام بالحاضنه، هذا ممكن ما يحتاج ساعتين بالحاضنه. يعني تدبير رباني، ما بنقول انه هو لانه كائن لا حول ولا قوه بجوا ببطن امه برحم امه، بيقدر هو يبلش يشكل اليات مقاومه نحن ما بنعرفها. ليش بنطلع بنلاقي نضج رئتينه افضل من الوليد الطبيعي؟ ما بنعرف، تلاقي قادر يتنفس ويصرخ، قادر يتنفس ويصرخ، صوته بيعبي غرفه العمليات بيصرعنا هو. وبتلاقيها بنستغربها، بس تلاقي المقويه العضليه تبعيته بيمسكنا اوقات، بيمسك الكلامب اللي حاطينه فيه بيمسكه بيتعربط فيه، ونحن بنقص الحبل السري متعربط فيه وما بقى بيتركه. طبعا نحن كثير علامه حلوه بناخذها بضحكه لانه بتفكك، حتى نحن كجراحين بتفكك توترنا. هلا طبعا العوامل الخطوره على الجنين عوامل كتير موجودة، مثلا انفكاك المشيمة الباكر هو عامل خطورة على الجنين وعلى الأم، لأنه انفكاك المشيمة الباكر خاصة إذا كان بأوله أنه المشيمة عم تنفك والنزف الدم عم يتشكل وراها بدون ما يبين لسه لبرا النزف، ممكن يكون وقتها حالة تطلب نقل دم إسعافي سريع كتير وأوقات ما منلحق. هي كتير حالة مهمة. المخاض الباكر يلي يؤدي أنه الجنين يجي مبكرا يصير وليد، هون متاعب لإله، نقص النمو ضمن الرحم. تمام. دكتور أكرم الأحمد الحكيم، بدنا نشكرك وشكرا على المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها، نكهتها بشي سلس من الصباح، وقدرنا نقرب نعطي أفكار لكل السيدات. إن شاء الله لا يحرم حدا من الأولاد، ودائما الخلقة التامة يا رب. يا رب. آمين. شكرا. أكيد دكتور، متشكرك، متشكر وجودك معنا، وشكرا على معلوماتك القيمة.